ويا هلا وسهلا فيكم بقناة كيما. مرحبا بكل الناس الجدد اللي فاتوا معي. فيديو اليوم هو بسيط مفيد للنساء اكثر من الرجال، لانه ما فيش ولا الرجال ما بيعرف يغير مفتاح النور. واليوم بدي فرجيكم المفتاح عندي منزوع من الحائط، وهذا لا مثل ما بتشوف، وانا بدي غيره، ففكرت اني شارك معكم الفيديو. وأول خطوة بنشيل الكهرباء من البيت كله من شان سلامتكم مثل ما بتشوفوا. وهلا مثل ما بتشوفوا كل اللي نحتاجه مفك من شان نشيل الغطاء. بس نشيل الغطاء، بضل بس البراغي بنشيلها كمان، وبنستعين بمفكة لحتى نشيل البراغي على حسب البراغي الموجودة عندنا. هيك بسهولة بينفك المفتاح معنا. طبعا بيكون فيه أوساخ لازم ننظفها. وهيدي من الأسباب اللي خلتني اضطر لفتح مفتاح النور مشان انظفه. وهلا مثل ما بتشوفوا معنا لازم تتذكري وين محطوطين الخيوط تبع الكهرباء لحتى ترجعيهم مثل ما كانوا بالاول. مشان انا ما بدي اعطيك درس بالكهرباء، بس بدي ساعدك لحتى تقدري تغيري مفتاح الكهرباء اذا فيش رجال بالبيت، او ما في وقت تجيبي واحد يصلح لك المفتاح. وهلا بخليكم مع الفيديو، وفرجة ممتعة للكل.